للعام الخامس على التوالي يستعد اليمنيون لاستقبال شهر الرحمة والغفران تحت القصف والحصار والتجويع وكل مفاسد عدوان ميليشيات الحوثي. عاد رمضان هذه السنة، ولكن ليس كما يتمناه اليمنيون، حيث لا زالوا يعيشون تحت حمل ثقيل من الأعباء اليومية التي خلفتها الحرب المستمرة والصراع المتصاعد والأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعصف باليمن في ظل تعنت حوثي للالتزام بأي اتفاقات تضمن تحقيق السلام في البلاد. والله يا أخي الأوضاع عندنا صعبة جدا، لا كهرباء، لا غاز، لا بترول، لا ديزل، لا معونات، ولا إغاثات توصلنا، ولا أي حاجة. كل الدنيا الدنيا صعبة. طيب مثل ما تقول رمضان، رمضان جاينا شهر كريم، لا معانا لا غذاء، لا تمور، لا زيوت، لا رز، لا لقمة العيش. احنا ايش عمل انساني، ما نشيش نعمل احنا عمل صعبة او عمل عصابات او عمل ارهاب او عمل شيء. الوضع الامني والحصار الاقتصادي يبقى هو المؤثر الاكبر على الاسر اليمنية في توفير كافة المتطلبات الرمضانية بل حتى المتطلبات اليومية، ما أثر على انخفاض القوة الشرائية خاصة مع توقف المرتبات وانقطاع مصادر العيش لغالبية اليمنيين نتيجة استهداف المصانع والمنشآت. للأسف الشديد سنواجه هذا العام شهر رمضان ولا يتوفر للشعب اليمني أبسط مقومات الحياة، حيث والموظفين بدون رواتب والوسائل الخاصة بالرمضان لا تتوفر، سواء كان الغاز أو المياه أو المشتقات النفطية. الشعب اليمني يعيش على بركة الله. ومع تلك المعاناة المستمرة يتناسى اليمنيون حاجتهم الملحة في التحضير المعتاد سنويا لرمضان هذا العام، كونه سيحل في ظل أوضاع مأساوية فرضها استمرار المعارك التي تشنها الميليشيات على مدن البلاد.